خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو آہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، اعلموا أن الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر العباس وولدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر عساكر المسلمين اللهم انصر جماعة الموحدين اللهم نوِّر قلوبنا بالقرآن وزيِّن أخلاقنا بالقرآن ونجِّنا من النار بالقرآن وأدخلنا بالجنة بالقرآن اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا صفحے درست فرما لیں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیں جو حضرات پیچھے ہو اوپر چلے جائیں الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكرمكم
يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
والسلام عليكم ورحمة الله. ایک ضروری اعلان، پال مسجد کے لیے للہ رقم کے ذریعے امداد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا بالجنة بالقرآن، يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين ويا رحم المساكين۔ پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ پیارے اللہ بے شک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ پیارے اللہ قدم قدم پر نافرمانیاں کی ہیں مولا، قدم قدم پر گناہ کیے ہیں مولا۔ پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں فرما بردار بنا دیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں فرما بردار بنا دیجئے۔ مولا کریم ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ پر امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ آپ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں، پیارے اللہ آپ بڑے معاف فرمانے والے ہیں۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، پیارے اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے، بڑی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ پیارے اللہ آپ سب سے بڑے مولا کریم، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں مولا۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، کوئی حکم مولا کریم، مولا کریم آپ کی اجازت کے بغیر صادر نہیں ہوتا۔ مولا کریم ہمیں معاف فرما دیجئے، آپ ہی کے فضل و کرم سے ہم نے نماز جمعہ ادا کی ہے، قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ قبول فرما لیجئے، پیارے اللہ قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم اس مجمع میں نہ جانے کتنے لوگ بیمار ہوں گے، کتنے لوگ پریشان ہوں گے، کتنے لوگ مصیبتوں میں ہوں گے، کتنی لوگ روزی کی لائن سے پریشان ہوں گے۔ تمام کے مسائل کو حل فرما دیجئے پیارے اللہ، تمام کے مسائل کو حل فرما دیجئے پیارے اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے پیارے اللہ، تمام مصیبت زدہ لوگوں کو مولا کریم نجات عطا فرما دیجئے، رزق حلال نصیب فرما دیجئے، حلال کمائی کے راستے ہموار فرما دیجئے۔ پیارے اللہ آسانیاں پیدا فرما دیجئے، آسانیاں سہولتیں پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہم تمام کو گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، نہ جانے کہاں زندگی کی شام ہو جائے مولا۔ پیارے اللہ کون سی گلی میں زندگی کی شام ہو جائے مولا کریم، اس سے پہلے پہلے ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، آپ کی رضامندی والی زندگی نصیب فرما دیجئے، آپ کی رضامندی والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم بستی کے مدرسے کی مسجد کی بستی والوں کی حفاظت فرما دیجئے، بستی کے دونوں قبرستان کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ دعائیں محضب نے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. صلى الله